حبايبنا اللي في مصر اللي بدأوا يقولوا لك اصل الصيف دخل علينا بسرعه والجو بدأ يحرر وكده، خليني اقول لكم ان احنا هنا في الخليج عندنا 3 فصول: ربيع، صيف، شاورما. في فصل هنا اسمه فصل الشاورما، ده بيبدأ في شهر مايو وبيقعد حوالي 6 شهور. بنتسوى كده بقى واحنا ماشيين، بنتسوى كده مش بنقشر بقى من الشمس، هنا بنغير جلد، بتغير جلدك 3-4 مرات في الفصل ده، تعابين حنشه ماشيه بقى في الارض. وبعدين يقولوا لك اصل احنا لما بنطلع بره بنعرق فبنخسر الميه اللي في جسمنا وبيحصل لنا دي هايدريشن. انا نفسي اعرق، انا المرحله دي ما بعديش عليها. احنا هنا بتطلع بره بيحصل لك زي ما بتيجي تكوي قميص مبلول، عارف كده، تحط المكوه ويحصل تتبخر كده كله بيطلع مره واحده. يقول لك اصل درجه الحراره بره وصلت 30. ياه، احنا هنا درجه الحراره لما بتوصل 30 بنلبس فرو. درجة الحرارة بره عندنا 58، تدخل بقى المول تلاقي درجة الحرارة 8، بسترة بقى، سخن بارد سخن بارد، بنتعقم تعقيم بقى مع خسارة المية من الجسم مع تغيير الجلد، تلاقي نفسك على اخر فصل الشاورما ده حصل لك عملية ديتوكس. تبدأ بقى في ديسمبر دورة حياتية جديدة بقى ونبدأ نعيش تاني طبيعي. حر ايه اللي بتتكلموا عليه؟